اسمها إلهام بنت سعاد، ادعي عليها في كل صلاه وكل اذان والله. هي والثانيه إلهام بنت عفاف، الاثنين دول يا رب خدهم يا رب، بحق صيام بحق ليل المفترضه يا رب يا رب خدهم. وقفت عند الباص تقول الباص تمام، محدش يطلع الباص خلاص. اقسم بالله لو عايز اعمل مشكله هجيب كده نقيب المؤسسين اقول له يا دكتور اشرف حضرتك مين المسؤول عن الباص ده؟ انا فنانه زي اي حد، ما عملتش مشكله. طب يا حبيبي الاعداء ماله مال مال يوم يوم دين، ماله مال وفاء، ماله مال ناس بتأدي عايزه، دول يعرفوا ربنا؟ دي داخل الجامع تصلي، دي طاهره، دي طاهره، دي تعرف ربنا، دي طاهره اصلا، دي شكل الساحره الشريره. انا خايفة تكون مخبيه الشياطين، والله والله شريره، حسبي الله ونعم الوكيل. الله ينتقم منها، الله ينتقم منها. ده يعني بتفضحت في كل حته، جهله ما عندهاش لغه، ما عندهاش شهاده، ما بتعرفش تتكلم، مطجنة. You must come Cairo. I love you. You must come Cairo. I love you. I love you. واحده جهله، دي واحده اعلاميه بلا قرف، بلا قرف. ايه ده؟ ولا تعرف يعني ايه جامع، ولا تعرف يعني ايه حرمة موت، ولا تعرف يعني ايه ربنا. قلبي وجعني. اسمها إلهام بنت سعاد، بدي عليها في كل صلاة وكل اذان والله. هي والتانية إلهام بنت عفاف، الاثنين دول يا رب خدهم يا رب، بحق صيام بحق ليل المفترضة يا رب يا رب خدهم. تاريخ العداء بينكم مش جديد، ما هم برضه عملوا. طب يا حبيبي الاعداء ماله مال مال يوم يوم دين، ماله مال وفاء، ماله مال ناس بتأدي عايزه، دول يعرفوا ربنا؟ دي داخل الجامع تصلي، دي طاهره، دي طاهره، دي تعرف ربنا، دي طاهره اصلا، دي شكل الساحره الشريره. انا خايفه تكون مخبيه الشياطين، والله والله شريره، حسبي الله ونعم الوكيل. الله ينتقم منها، الله ينتقم منها. خلاص يا جماعه، حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص يا اخوانا، خلاص هي منهاره كده، منهاره هي منهاره. خلاص يا والله العظيم يستاهل من كل قلبي والله. وقفت عند الباص تقول الباص تمام، محدش يطلع الباص خلاص. اقسم بالله لو عايز اعمل مشكله هجيب كده نقيب المؤسسين اقول له يا دكتور اشرف حضرتك مين المسؤول عن الباص ده؟ انا فنانه زي اي حد، ما عملتش مشكله يا استاذ الموبايل. نعم ايوه ايوه، هو انت فنانه زي اي حد فعلا، ده حقيقي. يعني اخر فيلم عمله الراحل عادل ادم علاقات مشبوهه كان انتاج، وكنت انتاج سمير، وجاب لي وانا وجه جديد بطوله قدام عادل ادهم، وعادل ادهم اسكندراني برضه ابن بلدي، وتوفى عادل ادهم قبل ما تعرض الفيلم. سمير ده انا شفت معاه كل الخير في ازمتي 2016 والله ما سابني، والله بقى يقول لهم دي بنت ناس انا عارف اهلها وعارفها من اسكندريه، وبنت محترمه واتظلمت وهتطلع. وفعلا اول ما طلعت براءه والله العظيم انا عرفت بقى مين بقى في الزنقه دي، طلعت البني ادم ده، وانا كنت عارفه اصلا معدنه من الاول. فضلت ماسكه فيه بايديا واسناني، لاني الازمات لما تلاقي بني ادمين كده بالنظافه دي تمسكي فيهم بايديك واسنانك ما تسيبهمش، غير ان انا عارفه بقى عيلته وعارفه كل تاريخه وعارفه قد ايه خير. ما بسيبش حد في مستشفى، في وفاه، في جنازه، في مرض، مساعد كل الناس. يا رب يا سمير بميزان حسناتك يا حبيبي يغفر لك ويسلم نسواك ويسكنك في سيح جناته. يا رب يا رب حق الدعاء اللي دعيته لك وانا صايمه. يا رب يا سمير الله يرحمك يا عزيزي. بص انا موافقه عليه عشان انا موافقه عليه بس انت قلقان. بصي انا